جينا لهاد البلاصة في كيبيعوا فلوغ الورد باش نحتفلوا ب 14 فبراير، أو ماشي ضروري نحتفل بعلاقة، ضروري نحتفل بعلاقة مع الأب مع الأم مع الأخت مع الصديقة ديالك صديق ديالك، ماشي بالضرورة تكون علاقة ما بين بنت وولد، لا ضروري. هذه اللي هديته أنا نبا عنده أحسن هدية أو الماما، و كنقول لهم عيد حب سعيد. وغداش إلى كنوجدوا مجامع كما كتشوف انت لما حر ما كيكونش عيد دائما، راه تجي ذات عيد الحب كتكون مختلفه شي شويه، وكتكون كنحاولوا نوصلوا داك الشيء للزبناء ديالنا بطريقه اللي هي فهمتي اللي تعجبهم واللي تفرحهم. بالنسبه للاقبال ديال الزبناء راه ابتداء من هاد الثلاث ايام هذه، يعني من البارح واليوم وغدا ان شاء الله لمناسبه 14 فبراير، يعني كتكون اقبال زائد من واحد النسبه يعني عاليه الحمد لله، وكل شيء كيمشي يعني فرحان وكيدي داك الشيء اللي بغى. دابا كنوجدوا دابا في العشيه ان شاء الله كيجيو مواطنين كياخذوا من عندنا الورد وكيفرحوا، والاثمنه كتكون مناسبه فهمتي كيفاش من ناحيه المواطنين، ودابا ان شاء الله يكون خير مننا غدا ان شاء الله، كنوجدوا يكون خير ان شاء الله غدا. انواع الورد على حسب اللي الطلبات اللي كيطلبوا لنا مواطنين، يعني موديلات اللي كيطلبوا والورد اللي كخصهم، وكننفذوا لهم ديك المطالب ديالهم وكنتعاملوا معاهم في الاثمنه.